مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، معنا في النشاط الرقمي عبر قناة الموريتانية. تتعدد الابتكارات ونتائجها لصالح المستخدمين بفضل تقنيات توليد الطاقة والاستثمار في الأشياء المتاحة، بما في ذلك تقنيات توليد الطاقة النظيفة وتقنيات توليد الطاقات الحيوية. بأيادي موريتانية تمت تجربة إنتاج استخراج غاز طبيعي وسماد عضوي من خلال مواد طبيعية هنا في موريتانيا، عبر الاستفادة أو الاستعانة بأيادي متخصصة في مجال الاستخراج، وفي إطار توفير الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لصالح الاستعمالات المنزلية والاستخدامات المدنية. حول الموضوع ستحدثنا المهندسة عزيزة من سيدي بنا جواد. أهلا بك. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، بطبيعة الحال لا تدخر البشرية جهدا بل وتسخر بشكل متسارع تقنيات متعددة لخدمة أهدافها من نار وكهرباء، الآلات والحواسيب، كل ذلك من خلال توفير تقنيات متعددة وعملا بتقنيات التصنيع وتقنيات توليد الطاقة المتجددة من خلال الدوائر الكهربائية، وكذلك فيزياء الحالات الصلبة، وعملا بطرق استخراج المواد الحيوية من خلال هذه التقنيات المتعددة. سنتعرف على التفاصيل في هذه الحلقة والطرق المتاحة لاستخراج الغاز الطبيعي والأجهزة الإلكترونية المتوفرة والنظم المعلوماتية المستخدمة في هذا الإطار لتوفير اكتفاء ذاتي من الغاز الحيوي صالح للاستعمالات المنزلية والاستخدامات المنزلية، كل ذلك مع مديرة المشروع سيدة عزيزة. أهلا بك. بداية، التقنيات والوسائل معروفة ومتعددة ربما، وهناك تطور نحو استخدام الأجهزة الإلكترونية. دعينا بداية نتعرف على المواد الأساسية والآلات المستخدمة لعمليات استخراج الغاز الطبيعي من خلال المواد الطبيعية. بداية أشكركم. إنتاج البيوغاز والسماد العضوي من المخلفات العضوية، المواد الأساسية في هذا المشروع هي المخلفات العضوية مثل المخلفات الحيوانية والنباتية. وهذا المشروع هو عبارة عن استخراج غاز. تعريف هذه المخلفات، المسميات إن كانت حاضرة لديك. مخلفات حيوانية مثل مخلفات البقر ومخلفات الدجاج والسمك، وأيضا المخلفات لدش الدميناج اللي هو المخلفات المنزلية، بقايا الطعام وإلى غير ذلك. هذا المشروع هو عبارة عن استخراج غاز مصاحب للبيئة والسماد عضوي من هذه المخلفات عن طريق تقنية كنا في السابق نستخدم تقنية تراديشنال، يعني تقليدية. قبل بحث التقنيات، دعينا نتعرف على طبيعة الوضع البيئي في موريتانيا بشكل عام والعوامل التي تساعد على العمل على هذا المشروع. طبعا في موريتانيا، مناخ موريتانيا مناخ نقدر نقول انه صالح خصوصا للطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، بما في ذلك أنه موجودة عندنا سانترال أوليان 30 ميجاوات، والطاقة الشمسية بما أن مناخنا صالح لهذا النوع من الطاقة، وأيضا هناك طاقة مياه وطاقة الهيدروجين الأخضر اللي في المستقبل إن شاء الله. وفي نفس الوقت متوفرة لنا مساحات كبيرة نقدر نستخدم هذه فيها طاقات البيوغاز، من ندور ذيك المخلفات النباتية في استخراج طاقة تنتمي إلى فئة الطاقة المتجددة. طيب، إذا المواد الأساسية والطرق التي تعتمدون لاستخراج الغاز من خلال التجربة الأولى لتوفير حاجيات منزلية، الآلات والوسائل التي تستخدمونها. بداية كنا نستخدم آلات تقليدية مثل الصهاريج، نأخذ الصهاريج معها للتيو للستوكاج مثل إطارات التخزين، مثل إطارات السيارات إلى غير ذلك. لكن هذه تقليدية، يعني تأخذ الوقت لأن عملها نفسه يدي يقبلنا الوقت أن نقدر نستخرج غاز في فترة بين 15 يوم إلى 45 يوم، ويالك يأخذ وقت. هناك تقنيات جديدة
وفي العالم موجودة ونحن بنفسنا استخدمناها. نتحدث في البداية عن تجربتكم مع الإنتاج لصالح الاستعمالات المنزلية، بمعنى ما الذي قمتم بإنتاجه حتى الآن؟ نتحدث عن الكمية، نتحدث عن حتى التجربة كيف تمت؟ تجربة تمت في عام 2019، تجربة منزلية قمنا باستخراج كليم 2 كيلو دو غاز دو بيو غاز، واستخدام يحد الآن نستخدمها عن طريق تقنية تراديشنال وبدأنا في ديزينستالاسيون كيت ميني كيت بيو ديجستر، يعني زاد وحدات منزلية صغيرة تمشي من لا برودكسيون منها من 2 متر كيب الى 25 متر كيب من البيوغاز. طبعا هاي وحده البيوغاز نستخدمها نحن هنا فيها، واضح يقال فم واحد تقنيه جديده هي اللي نحن نسعى نستخدمه. طيب سنتحدث عن هذه التقنيات الجديدة، لكن دعينا في البداية مع الطرق التقليدية التي ذكرتي لنتعرف أولا على المناخ، على الوسط الذي تتم فيه هذه العملية. هل هو فضاء مفتوح أم هي غرفة مغلقة؟ العملية تتم عن طريق التخمير، واضح. يعني زاد في غياب الأكسجين، النبصانس دو الأكسجين، نأخذ هذه المخلفات ووضعها في صهاريج مغلقة غلق تام، ما يدخلها أي أكسجين من أي جهة. إياك تتم عملية التخمير، إياك يتحول لغاز ميتان ونفس الوقت ينتج سماد عضوي. جيد. هذه هي الطريقة اللي تتم عنها هذه التكنولوجيا. إذن المواد الطبيعية كما يبدو هي نفسها، إلا أن الوسائل تتغير مع الوقت ومع توفر الأجهزة الإلكترونية والنظم المعلوماتية. ما طبيعة هذا التحول؟ المواد هي نفسها تبقى ما تتغير، يقال تتغيرت التكنولوجيا من التكنولوجيا التقليدية إلى تكنولوجيا حديثة، هي عن طريق أن عندنا وحدات إلكترونية يتم وضع المواد الأولية فيها، وفي نفس الوقت فهم نظم تقنية أي مادة أولية درتها فيها تعرفها وتعرف الكمية اللي تخال من غاز فيها والكمية السماد اللي تبقى، يعني زاد تقنية حديثة وسريعة في نفس الوقت. بمعنى نظام معلوماتي محدد متخصص لأداء هذه المهمة. نعم، ونظام معلوماتي متخصص لأداء معلومة استخراج البيوغاز. هذا النظام هو عبارة عن ديجستر إلكتريك، يعني زاد يعمل عن طريق الإلكترونيات، يعني يمكن أن تضع فيه المواد الأولية ومن خلال بعد فترة وجيزة يتم استخراج غاز، وفم دي كنترولير يقيس الكمية اللي هي توخى والكمية المتبقية، وفي نفس الوقت في حالة خلق الدفيت ولا رواية يألارمي عليك أنه فم يعني متقدمة جدا. واضح. إذن النظام المعلوماتي لديه خصائص متعددة، منها إمكانية تخزين المعلومات المتعلقة بهذه المواد الطبيعية التي تستخدمون، وإمكانية التدقيق في الوضعية بمعنى متابعة الحالات الحرارية وحالة الإنتاج. حكيت لأن هاي التقنية بلي فاسيل بالنسبة للأخرى باللي هي تعود تقيس لك درجة الحرارة باللي الأخرى في حالة مثلا قدر الله زاد درجة الحرارة قدر الله يخلق تسرب قد تنفجر مثلا، هذه التقنية لأي رواية تسجلها لك درجة الحرارة تعود معتدلة حسب البرمجة. وفي نفس الوقت هم اللي في حالة خلقت أي مشكلة ولا رواية هي تتصوني عليك عنها خلقتها مشكلة تتلقين إشعار إشعارة، وفي نفس الوقت نقدر نستخدمه على الهاتف، يعني إذا تقنية قد تربطها بالهاتف تقعد أنت قاعد هك في بيرو والله في بلد إليه أرامي لك أن فهم مشكلة تقعد أنت تتصل بالناس مع الجهات المعنية. ولا ننسى الذكر أن احنا في هذا المشروع معانا مهندسين في المعلوماتية في الانفورماتيك، ومعانا مهندس بيطاري دكتور بيطاري، وفي نفس الوقت عندنا مهندس زراعي، يعني زاد قابلين لك بالاعتبار أنه له عود. إذن عمل تكامل بين فريق من عناصر متخصصة في هذا المجال خصوصا طيب إذن نتحدث في البداية عن هذه البرمجيات المتخصصة في هذه العملية للاستخراج، يعني هل تتوفرون على أجهزة إلكترونية محددة؟
هي القادرة على الوصول إلى هذه المعلومات والقادرة على تحليل المعطيات وتحليل المواد والتعرف عليها وإمكانية توليد الطاقة من هذه المواد، أم إنها لم تعد صالحة بعد؟ طبعا هناك نظم معلوماتية محددة لهذا المجال، طبعا أي مخصصة لهذا المشروع، خصوصا لهذه التجربة والله هذه التكنولوجيا، عندها نظم معلوماتية خاصة بها هي ومعدلة لها هي، كيف ديجستر يخصوها هي بالضبط، معاهم دي كنترول، معاهم يعني حساسات ومجسات حتى تقيس لك لا تمبراتير لو بي اتش اللي متعلق بهاي المواد الاوليه اللي مديوفه، حتى انها تتعرف على المواد اللي تندار فيها، حتى مثلا عاد مخلفات البقر تقول لك انها مخلفات بقر وانها اللي توخر كذا كميه كذا، يعني زاد اي مخلفات دارت فيها هي تتعرف عليها مباشره خاصه بها هي. واضح. ذكرت ان العمل يتطلب وجود فريق من عناصر متخصصه، ما طبيعه توزيع المهمات؟ طبعا هناك مثلا كما قلت لكم هناك مهندس معلوماتيه يعنوه تعنيه البوات الكتريك اللي له الشغل نحن، وهناك طبيب بيطري والله مهندس بيطري يعنوه المواد الاوليه اللي له المختص المعلوماتيه، همه متعلق بالتعامل مع الاجهزه الالكترونيه المتوفره، وهم تعامل لا مع هاي الاجهزه اللي نحن نجيبه اللي متوفره اصلا اللي ياكد تخلق هذه هذا يعني الانتاج. هو المسؤول عن ضبط البرمجه؟ نعم هو المسؤول عن ضبط البرمجه، وهناك مهندس بيطري هو المسؤول عن 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 هاي المواد اللي نديروا واللي تصلح لنا احنا، وهناك مهندس زراعي اللي هي مسؤول عن هذه الاسمده اللي ننتجوا. تمام. اين الدور هي تختلف ويمكن ايضا ان نستخدمه مباشره في 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 المطابق والله في لجروب الكتروجين. جميل. من خلال هذه التجربه يعني ما هي الافاق المستقبليه لهذا المشروع، وهل تتوفرون على الامكانيات الكافيه للتقدم؟ طبعا هو مشروع افاق مستقبليه كثيره، منها اننا مثلا على سبيل بدانا بان نستخدمه في 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 للطهي، يعني في المستقبل يمكن ان نستخدمه والله نستخدمه في انه قد يتم يستخدم في الكهرباء، توليد الكهرباء عن طريق هاي مولدات غازيه نملاوها من ذاك الغاز اللي من برودوي، وفي نفس الوقت نقدر نستخدمه في السيارات مثلا سيارات الغاز او يعملوا بغاز اللي العالم كامل راك متوجه لهم ليحدوا من انبعاث الحراره. صحيح. هناك حديث عن سيارات كهربائيه. سيارات تعمل بالغاز. اها واضح. عن طريق هناك في موريتانيا، هنا موريتانيا سياره تعمل بالغاز ولها لا حد يملى القنينه يقوم ماشي دافع. يعني اذا نحن نفس الشيء نقدر نستخدمه في هاي التقنيه نقدر نتم ونجيبه. هذا ايضا يتطلب اعاده برمجه السيارات. هو الان السياره يعني ريزرفوارها اللي هي عود يمثل يمضخ فيه غاز وتقوم ماشي فيه غاز بوش غاز. سيارات البنزين ام سيارات المازوت؟ ما في هي ما تعمل بالبنزين لا هي تعمل بغاز. اذا عينة جديدة من السيارات. نفس مولدات البنزين والمازوت هي نفس مولدات الغاز نقدر نحن نستخدمهم في السيارات نفس الشيء. يعني زاد عنده آفاق مستقبلية كثيرة واعدة وفي نفس الوقت عنده ياسم ليزافانتاج. واضح. هل تتوفرون على الإمكانيات الكافية الضرورية لتطور هذا المشروع بمعنى من خلال الأرضية، من خلال الشركاء، من خلال الكمية الكافية من المواد الطبيعية الضرورية للاستخراج؟ بالنسبة للكمية الكافية موريتانيا معروف انها ما شاء الله بطانية بالثروة الحيوانية، ويمكن استغلال هاي الثروة بهاي النفايات اللي تستخرج من هاي الثروة بان نوخذ منها ان سورس دينارجي بروبر، يعني زاد من قد لا ماتير بريمير موجودة نقد نقولونها، ومقد صار امكانيات مقد لماتريال ما زلنا نحتاج الى كثير من موجودة. كيف هل تتوفرون على قاعدة بيانات تعرفون من خلالها يعني حجم الكميه؟ بحسب احصائيات 2020 اللي عدلنا في الساعه كنا بدانا في المشروع عن تقريبا في موريتان هناك اكثر من 600 الف راس بقره، يعني زاد 600 الف من من من, من المواشي. واضح. يعني هذه المخلفات هاي المواشي تقريبا سنويا توخر قريب من 40 مليون
من من المخلفات يعني زاد 40 مليون الوحده القياسيه متر مكعب يعني زاد هناك ياسر من المخلفات في الارض واللي مسبب ياسر من المشاكل. نحن قد نستقلوا ذيك المخلفات ان نوخروا منها هذه 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 الطاقه البديله الطاقه الجديده اللي تعود قريب من المواطن واللي انت عده استخدامات ما هو لا غاز وحده ما هو لا الطهي يعني قد نستخدمه في الكهرباء حسب طبعا التقنيات الموجوده قد نستخدمه في مولدات الغاز يعني زاد عندها عده استخدامات. طبيعه العمل على 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 توفير هذه الكميه واستصلاحها هل يتطلب ايضا الشراكه مع جهات متخصصه محليا شركاء على المستوى المحلي؟ نحن يمكن ان نكون شركاء مع وزاره التنميه الحيوانيه وشركاء مع وزاره البيئه لانهم كلهم عندها دور في هذا المشروع. نقد وزاره البيئه ان نحن مشروعنا محافظه للبيئه يعني ذات يحمي البيئه ويقلل من انبعاث الكربون ثاني اكسيد الكربون اللي نسبته تصل الى 65% يعني زاد عنده دور ضار في البيئه. ونفس الوقت التنميه وزاره الحيوان وزاره التنميه الحيوانيه نقدوا نعودوا شركاء معاه في انه نقدوا نخفوا عليه هذاك الضغط اللي مودي لها هذا. ونفس الوقت نوفرها السماد قد يصلح له الزراعه ياكل الحيوان ما يمشي مرقب ياكل يجبر الحشيش قد احنا نوفر السماد صالح للزراعه وفي نفس الوقت يزرع ما محتاجين حيوان نقيس مالي ولا نقيس سنغال ياكل يجبر الحش زاد ولا يجبر شيء ياكل. طيب نعتقد طبعا ان المشاهد يعرف كيف تتوفرون على الاجهزه الالكترونيه وكما ذكرت من خلال الشراكه كيف تتوفرون على الكميات الضروريه من المواد الطبيعيه، لكن هل تعتقدين ان الحاجه لهذه الخدمه موجودة والطلب متوفر في هذا الزمن في زمن التحول الرقمي تطور إنتاج الطاقة الشمسية إنتاج الكهرباء في الدول تطورات متسارعة، يعني هل هناك مكان هل هناك طلب على هذا الإنتاج؟ هناك طلب على هذا الإنتاج لأنه هو إنتاج في إنتاجين إنتاج غاز طلب عليه كثير بلي نحن معروف موريتانيا تستورد الغاز من الخارج وذلك كله فيها عملة صعبة خصوصا عندنا نحن نقدر نحدوا من التكلفه ان نوفروا مصدر قريب. وفي نفس الوقت ملي هناك انتاج السماد اللي نحن عندنا مانك فيه عندنا زاد نقص فيه ذاك السماد العضوي ان نحن نقدر نوفروا اسمده قريبه. وفي نفس الوقت ملي عن طريق تقنيه جديده هذا المشروع موجود في العالم كامل موجود في السنغال موجود في المان موجود في مصر موجود في عده دول هناك شركات البيوغاز لإنتاج البيوغاز وفي نفس الوقت لإنتاج السماد العضوي يعني زاد موجود عالميا ولاه جديد. هاي الفكرة من ذالها يقال بدأ العالم يطبقها لا من السنوات الماضية بدأت هناك وحدات لإنتاج البيوغاز. صحيح على فكرة هناك الكثير من المهندسين كانت رسائل تخرجهم عن طريق مشروع مماثل لهذا المشروع وإنتاج من خلال ابتكار الطريقة لإنتاج الغاز الطبيعي. تعتقدين متى تم الاهتمام بهذا الأمر هذه الطريقة وهذا الإنتاج؟ ذكرت السنوات الماضية أي سنة؟ على سبيل المثال في 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 مصر بدأت فيها وحدة إنتاج البيوغاز من 2016 على سبيل المثال السنغال بدأت فيها من 2012 يعني زاد هناك دول بدأت في موريتانيا 2019 بدأت في موريتانيا هناك وحدة موجودة من 1962 قال ما قط استخدمت موجودة في كهيدي في مدرسة الانفئة يعني زاد عد قط عدروها هيك الساعة صارة قال ما قط ما قط استخدمت يقال بالضبط هذا المشروع بدأ فيها من 2019 بدأ مشروع إنتاج الغاز وأول مشروع طبعا يبدأ هناك تجارب قد خلقت قرنا صالحت. طيب من خلال طبعا الإرادة يمكن أن نصل إلى الهدف وهو الاكتفاء الذاتي من الغاز من خلال التقنيات المتوفرة التي تسخرها البشرية لخدمة أهدافها ومن خلال الأجهزة الإلكترونية التي ذكرتم. هل تعتقدون أنكم قادرون على توفير الأجهزة الإلكترونية الضرورية والتقنيات المتاحة والبرمجيات المتخصصة من أجل الوصول للهدف؟ هي الأجهزة موجودة يعني احنا قادرين اننا نتوصلوا لها نحتاج اننا نوصلوا لهذه التقنيات عن طريق انها توفر لنا ياك نقدر نعدلوا الاكتفاء الذاتي من الغاز ومن السماد العضوي
محتاجين ان نتوصلوا لهذه الاجهزه الالكترونيه عن طريق شراكه اما عالميه اما محليه. طبعا هناك اراده للتوجه نحو التحول الرقمي والوطني في اطار السياسات الوطنيه لمواكبه التحول الرقمي والاستفاده من التقنيات الجديده في كافه مناحي الحياه اليوميه بما فيها مشاريع واستخراج الغاز الطبيعي. على كل حال شكرا للمهندسه عزيزه زيد احمد، سنكتفي معك بهذا القدر. كانت دردشه في صميم الموضوع مهمه جدا، اوضحتي خلالها افاق تطور هذا المشروع وامكانيه الاعتماد عليه لتوفير هذه التقنيات. إذا سنكتفي بهذا القدر. معك المهندسة عزيزة من سيدي بونا جواد، شكرا جزيلا لك، مديرة مشروع استصلاح بعض المواد الطبيعية لاستخراج غاز حيوي من المخلفات الطبيعية في إطار مشروع يسعى لتوفير اكتفاء ذاتي من الغاز الحيوي هنا في موريتانيا باستخدام نظم معلوماتية حديثة وبرمجيات متخصصة في أداء هذه المهمة المتعلقة بنظم الاستخراج. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة حلقتنا هذه من النشاط الرقمي دائما حول التقنيات الجديدة وإمكانية استخدامها وتوظيفها للحصول على إنتاج جديد يخدم نظام الحياة المدنية. شكرا جزيلا لمتابعتكم، دمتم بخير.